لو من اكيد من انه الانجريدينتس كتير طبيعيه وكتير منيحه ما كنت طلعت بفيديو عنهم ابدا. شعور البشره النظيفه، البشره اللي عم تتنفس بعقد، لا كتير هيك رجعت الحياه لبشرتي لانه انا حبلي سو انا ما فيني استعمل حيالله انجريدينت. هاي حلوين كيفكن صبايا، دايما بتقولوا لي وبتطلبوا مني اعمل فيديو عنايه بالبشره كوري، واليوم عملت عنايه بالبشره كوريه باستخدام منتجات كوريه من براند اسمه ميكسون. جايز بشرتي عم تشكرني، بشرتي الجلو فيها بعقد، حاسه حالي هيك في عندي ثقه بنفسي اكتر مجرد ما انا عارفة انه بشرتي هيك جلوي عم بتضوي وصحية، واكتشفت انه لازم استعمل براند كورية كرمال احصل على بشرة كورية. لهالسبب استعملت هيدا البراند اللي اسمه ميكسون، انغرمت فيها وقررت انه بدي فرجيكم كيف انتو تحصلوا على بشرة كورية وشو هو السر تبع البشرة تبعهم الجلوي والبلامب. اكتشفت كل شيء وحخبركم اياه بالفيديو، بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وخلينا نبلش. مثل ما شايفين صبايا انه بشرتي منا مثل اول ما شفتوها هلا بالفيديو، والسبب هو اني بعد ما بلشت العنايه بالبشره الكوريه اللي انا عم بعملها. الفرق كثير كثير كبير، هلا بشرتي ناشفه شاحبه ما فيها هيدي الجلاس سكن اللي شفناها بالاول، اللمعه الكثير حلوه والكثير صحيه. وعلى فكره حطوا هيدي الشغله كثير منيح براسكم انه تيطلع معكم ميك اب حلو انتو كتير بحاجة لبشرة حلوة، بشرة صحية، موسترايز، مرطبة، بلومب. سو انا وياكم اليوم رح نبلش خطوة بخطوة بهيدا السكين كير، رح نبلش بأول خطوة. هيدي الخطوة كتير مهمة وكتير حكي عنها يلي هي دبل كلينز، أو رح ننظف بشرتنا مرتين ومش مرة واحدة. وعلى فكرة إنه على طول بس نفكر بكوريان سكين كير بنفكر إنه لا بدي أقعد نص ساعة عم بهتم ببشرتك اليوم، أبداً. هول الخطوات رح اشرح لكم اياهم هلا كثير بالتفاصيل، سو رح ياخذوا وقت اكثر من العاده، بس هن عاده بياخذوا مني 5 دقائق الصبح and that's it. بشيل شعري عن وجهي. اول برودكت رح استعمله من ميكسون للدبل كلينزينج رح يكون زيت اسمه بين كلينزينج اويل، رح احط تقريبا 2 to 3 pumps على ايدي ورح بلش مسج الوجه كثير منيح بهيدا الاويل. سو هيدا الزيت اللي بيعمله هو انه بكسر كل شيء موجود على الوجه كرمال نقدر نشيل كل الاوساخ بطريقه كثير سهله. واكثر شيء انا بحبه بهيدا البراند انه الانجريدينتس تبعها او مكونات البرودكتس تبعها كثير قليل ورو برودكتس، يعني اغلبيه الانجريدينتس تبع البرودكت هي ناتشرال. ومعلومه كثير مهمه هو حطوا شويه مي على ايدكم ورجعوا استخدموا الاويل مره وعملوا له مساج على الوجه، لاحظوا كيف الاويل صار لونه ابيض. هيدا يعني نحن عم نستعمل هيدا الزيت للاخر، واهم خطوه هي انه ننظف وجهنا كثير منيح كرمال كل البرودكتس الباقيه تقدر تتشربها البشره كثير منيح على قلبها ونستفيد منها 100%. اذا ما قدرت اني اشيل الاوساخ كليا عن الوجه فهيدا رح يمنع البرودكتس انه تتشربهم البشره. سو هلا من بعد ما نظفت وجهي بالاويل صار وقت اني اشيله بالمي. من بعد ما نظفت وجهي صار وقت ننتقل لتاني خطوه بالدبل كلينزينج يلي هي الكلينزر او غسول الوجه، واكيد رح استعمل البراند ميكسون اسمه سانتيلا كلينزينج فوم. رح اخبركم الفوائد تبع هيدا الكلينزر او هيدا الغسول لانه الانجريدينتس تبعه ومكوناته بتعقد، وهيدا هو السر للكوريان سكن لانه الانجريدينتس عم بتكون كثير طبيعيه. بتشوفوا بشرتهم ما فيها اكني، بشرتهم كثير عم تلمع، والسبب هو انه ما في كثير كيميكلز بالبرودكتس تبعهم. سو بدكم تحصلوا على جلاس كوريان سكن بدكم تستعملوا كوريان برودكتس، ما فيكم تستعملوا برودكتس من غير براندات وتحصلوا على نفس النتيجه، ما بتزبط. سو حطيت مي على الوجه وهلا رح استعمل الكلينزر. اول شيء رح اعمل هيك على ايدي
كرمال مشي البرودكت ورح ارجع غسل الوجه فيه. سو هذا البرودكت بدي اقول لكم من شو معمول. اولا معمول من نبته اسمها سنتلا ازياتيكا اكستراكت، معمول من الاكستراكت تبع هيدي النبته. هيدي النبته معروفه قد ايه سوذينج وقد ايه بتخلي بشرتنا تكون كتير رايقه وما فيها حبوب، وغير انه بتساعد على تجديد خلايا البشره بشكل اسرع. وهذا الغسول فيه ساليسيليك اسيد للبشره المعرضه لحبوب الشباب، وستريك اسيد يلي هو مستخرج اورجانيكلي من الفروتس او الفواكه. سو اذا بشرتكم معرضه للحبوب هيدا الكلينزر كتير منيح لها. اذا بتحسوا بشرتكم دغري كتير سنسيتيف وحيلا شيء دغري بتصير حمراء كمان لانه فيها الاكستراكت تبع هيدي النبته، سو كتير منيح لبشرتكم. غسلت وجهي بالمي وشعور البشره النظيفه، البشره اللي عم تتنفس بيعقد ما في شيء بيضاهي هيدا الشعور، خصوصا اذا عم تعملوه الصبح بتحسوا حالكم فريش وصار فيكم تبلشوا النهار. من بعد ما نظفنا البشره 100% صار وقت ننتقل للثالث واهم خطوة بالفيديو اليوم، واسمعوها كتير منيح لأن البرودكت اللي رح استعمله ما رح بتلاقوا مثله، كتير كتير مميز، كتير يونيك، وعن جد أنا ما شايفة مثله من قبل. هيدا البرودكت هو اللي شجعني إني صور هيدا الفيديو من الأول. سو البرودكت من ميكسون اسمه بين أسنس. خليني أخبركم شو هو اللي كتير مميز عن هيدا البرودكت أنا وعم بستخدمه. وعلى فكرة في له طريقتين للاستخدام. أول طريقة بنستعمله دغري من بعد ما نغسل وجهنا. سو من بعد ما نغسل الوجه بنحط نقطتين او ثلاث نقط على ايدنا، بنفركهم كتير منيح وبنرجع بنحطهم على الوجه. اما ثاني طريقه واللي هي المفضله عندي وانا هيك بحب اني استعمل هذا السيروم هو كاكسفولييتر او تقشير وتجديد للبشره. كيف؟ شوفوا معي، لاحظوا التكستشر تبعه، عنده قوي تكستشر، والسبب هو من الانجريدينتس والمكونات تبعه. سو بعمل هيك شوفوا وببلش حطه على البشره بهالطريقه. وكرمال استعمله كاكسفولييتر او كمقشر لازم اعمل مساج لوجهي لمده 3 دقائق بهيدي الطريقه. سو خليني اخبركم من شو مكون هيدا الاسنس لانه مكوناته كتير كتير سبيشل، وهن المكونات اللي مخلينه كتير مميز. وعلى فكره انا وانا بعمل هيك للبشره بحس بشويه تقشير عم تصير ببشرتي، مع انه انا ماني حاطه شيء على بشرتي يعني، بس بستعمله له. بس بتعرفوا هيدا السكراب، احساس السكراب الخفيف على البشره، هيدا هو انا عم بحسه. وهذا الاحساس بيعني انه عم بيشيل الخلايا الميتة عن البشرة. اولا ما فيه بريزرفاتيف، كله انجريدينت طبيعية، مكونات طبيعية وما في ابدا بريزرفاتيف بقلب هيدا الاسنس. ثانيا بيحتوي على فول الصويا المخمر، الرمان المخمر يلي فيه الفا هيدروكسي اسيد. إذا بشرتكم فليكي أو بشرتكم منا ناعمة بخليها تصير ناعمة. الانجريدينتس أول مرة بسمع إنه تستعمل للسكين كير مثل الشعير المخمر. سو الشعير المخمر فيه فيتامينز ومينرالز كتير منيح للبشرة. أوكي اسمعوا عن اخر انجريدينت موجود لانه انا كمان اول مره بشوف انه بيستعملوه بالسكين كير يلي هو النجاس المخمر. فيه فيتامين سي كتير كتير منيحه للبشره وبيرطب البشره بالعمل. سو من بعد ما عملت مساج للبشره بشكل كتير منيح لاحظوا انه ما في اي احمرار بالوجه، يمكن في شويه احمرار على الانف، هذا لانه انا شديت على الانف، بس ما في اي احمرار بالوجه وبالعكس البشرة كتير مرطبة من بعده. هيدا لانه هو كتير منيح للسنسيتيف سكين، سو فيكن تستعملوه لأي سكين تايب عندكن اياها. من بعد ما خلص تقشير البشرة اللي عملته صار وقت ان امسح البين اسنس عن الوجه. سو مثل ما قلتلكم في طريقتين، اول طريقة بتتركوه على الوجه بلا مساج، بس اذا عملتوا مساج للوجه بكن ترجعوا تشيلوه. رح استعمل هول البادز كمان من ميكسون اسمهم سنتلا تونر بادز. اكيد صرنا نعرف انه سنتلا هي النبتة السوذينج للبشرة. سو بكل بساطة بفتح العلبة بهالطريقة، هون بخلي هيدي موجودة يلي هو ملقط
بشيل الباد بالملقط وما بحط ايدي بقلبها كرمال اي شيء موجود على الايد ما ينتقل لكل الجار الموجود هون. وهيدي هي الباد. سو بمسكها بهالطريقة وببلش امسح الوجه. كتير كتير سوذنج للوجه بشكل مش طبيعي. بترجع بترد الـ pH الصحيح للبشرة وبتهدي البشرة من أي شيء موجود عليها. وهيدي خطوة كتير بيستعملوها الكورية وأوقات نحنا ما بنستعملها وما بنعطيها أهمية بس هي كتير مهمة. يعني كل خطوة عم بعملها هلأ بالفيديو عم تعطي نتيجة فورية على بشرتي. يعني أنا بأول الفيديو ما كانت بشرتي هيك أبداً. إذا بتطلع منيح على الباد بلاقي إنه لونه منه أبيض مش مثل ما أول ما شلتها من الجار تبعها. هيدا لأنه بس مسحت وجهي طلع كل الخلايا الميتة اللي شلتون من البين أسنس. ما معقول دبل كلينزينج وطلع هيدا الشيء. لا كتير هيك. سو هلأ من بعد ما نظفت وجهي كتير منيح اوريدي حاسة بالبشرة قدي نظيفة قدي من جوا حاستها عم تتنفس، صار وقت ان استعمل كريم. سو الكريم اللي عم بستعمله كمان من ميكسون اسمه بين كريم، بيرطب البشرة بالعمق. سو باخد باصبعي بهالشكل كمية منيحة حطها على ايدي من النص وبفركها على الايدتين بهالشكل. وهلأ بحط الكريم على الوجه والبشرة رح تتشرب هيدا الكريم والموسترايزر وتخلي الموستر كله جوا لانه نحنا شايلين كل شيء عن البشرة. سو اللي بحب اعمله انا كهيك خطوة ما قبل الاخيرة اكيد ما بدنا ننسى الـ SPF اني اعمل هيك شوية مساج للوجه. كرمال عيد الحياة وعيد الدورة الدموية على الوجه ويبين بلمب. مش معقول الشعور صبايا لا يوصف. البشرة مبينة صحية، البشرة كتير جلوي واللمعة تبعها منا تقيلة على البشرة. ما بتحسوا انه رح يصير في بريك اوت ولا ممكن يصير في بريك اوت لانه كتير ناعم البرودكت على البشرة. في اوقات في برودكت صحيح انه بيعطوا كتير جلوي وكتير ببينوا صحيين بس هن لانه كتير تقال على البشرة بيعملوا حبوب بيعملوا بريك اوت. اما هذا البرودكت فانا الحب حبيته فيه قدي هو ناعم ولايت ويت على الوجه. اخر خطوة وخطوة جدا 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 مهمة اذا طالعين من البيت بدنا نحط SPF. فاكيد رح استعمل سانتيلا SPF من ميكسون يلي هي 50 SPF+، يعني اقوى SPF ممكن. وهيدا SPF انا كتير بحبه ورح تعرفوا ليه دغري، رح تعرفوا ليه وما ضروري قلكن ليه. سو رح حط على اصبعي كمية منيحة. هيدا هو الـ SPF. رح افركه على ايدي بهيدا الشكل ورح حطه على البشرة. لازم تكونوا عرفتوا لهلأ ليه انا كتير بحبه. زيرو وايت كاست، ما فيه وايت كاست ابدا. سو ما رح تبيني مثل الشبح. وهيدا شيء كتير مهم بالنسبة لإلي بالـ SPF. وغير انه 50 يعني ولا ممكن يفوت ولا اي شيء على البشرة وكتير مناسب انه منقدر نحطه تحت الميك اب. سو هيدا الشيء كمان كتير مهم بالنسبة لإلي لانه في اوقات بحط SPF ببلش يفتفت اذا حطيت فوقه ميك اب وهيدا الشيء كتير بشع بس يصير. هيدا الـ SPF ما بيعمل كل هولة واهم شيء ما بيترك وايت كاست. وهيدي البشرة من بعد الروتين العناية الكورة باستخدام برودكتس كورية صبايا رجعت الحياة لبشرتي. مبسوطة كتير 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 بالنتيجة. بليز خبروني صراحة، يعني النتيجة مبينة باللمعة بالبلمب، حتى بتحسوا انه بشرتي فتحت صارت هيك مضواية جلوي اكتر. هيدا من وراء استخدام هول برودكتس. كل يوم كل يوم كل يوم عم بستخدمون، مغرومة كتير بالنتيجة. ولو مني اكيدة من انه الانجريدينتس كتير طبيعية وكتير
كتير منيحة ما كنت طلعت بفيديو عنهم أبدا. I love 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 it. وكتير مهم كمان بالنسبة لي إنه الingredients natural لأنه أنا حبلي so أنا ما فيني استعمل حيالله ingredient. I love it. خبروني شو رأيكم guys. أحلى شيء هلا هو إن رح أحط ميك اب كتير خفيف، رح تشوفوا قد ايه الميك اب رح يبين ناتشرال فوق السكين كير اللي عملته. So guys حطيت ميك اب كتير خفيف لانه ما بحس اصلا اني بحاجه لحط ميك اب اكثر. رح اخبركم شو حطيت ورح تتفاجئوا بكميه البرودكتس اللي حطيتها. اولا لايت 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 كفرج فاونديشن، مني بحاجه لاكثر لانه شوفوا البشره از جلوي حتى يعني من جوا لبرا البشره جلوي. كتير مبسوطه بالنتيجه. حطيت بلاش، البلاش فيه شويه هايلايتر هو زيته البرودكت، ماسكارا، جلاس اند ذاتس ات. خلصت، هذا كل شيء استعملته على وجهي. هلا الميك اب طالع بعقد لانه البشره اصلا بتعقد، البشره اصلا صحيه مرطبه جلوي من جوا. سو هيدا هو الروتين اللي انا عم بتبعه. كثير بنصحكم تجربوا هذا الروتين وكثير منيح تنتبهوا لمكونات البرودكتس اللي انتم عم تستعملوها. اند ذاتس ات جايز، خبروني شو رايكم بالكومنت وخبروني شو على بالكم اني اعمل فيديوهات قريبا. باي. Thank you.